Ja, alles soweit in Ordnung. Ich hole dir noch die Laborwerte und bin gleich wieder da. جبت كل الأوراق المطلوبة معك؟ إيه كل شيء موجود، التأمين الصحي، التقرير الطبي والأدوية كله موجود. كتير حلو. هلأ أنت ما لازم تكون قلقان من الدكتور أبداً، لازم يكون عندك لازم تعرف إنه هو بيشتغل بسرية تامة كتير هون بالنمسا، ولازم يكون عندك ثقة كبيرة بالدكتور. إذا ما عندك ثقة بالدكتور أو مالك مرتاح له فيك تغيره طبعاً، بس أنا برأيي إنك أنت ما تغير الدكتور تبعك أبداً لحتى هو يتعود عليك ويصير يعالجك بطريقة أحسن. بس يعني أنا برأيي ما تغيره أبداً. هلا أنا بعرف شوي مصطلحات بالألماني، مثل الألم والمرض. المرة الماضية مثلاً أخذت معي كتاب صغير في عن الألماني وهيك مصطلحات. بس هلا عن جد كثير مبسوط لانه انت معي عم تترجمي لي. ايه ما بده يكون، ما في مشكله ابدا، وما تكون متوتر ولا ما عندك تكون محرج بهذا الموضوع ابدا. بس انا برايي والمره الجايه فيك كمان تجيب معك مترجم وتستفسر عن هذا الموضوع كثير منيح مشان ما تنحرج مثل اي مره. وبرايي كمان انت فيك تجيب معك اخوك، رفيقك، اي حدا معك يترجم لك. بس كمان لازم مع الأيام الجاية أنت تعتمد على حالك وتصير تجي لحالك. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Entschuldigung. Oh. Okay. Okay, verstehe. ليش متوتر؟ ما فيها شيء القصة. كتير عادي. هن ثلاث أسئلة رح تسألها ياهم، أنه شو المشكلة، وأنه كيف فيني عالج المشكلة، وأنه ليش لازم هيك أعمل. بس هدول هن الأسئلة. وهلأ بتجي هي بتعطيك التقرير أو بتعطيك تسجيل، بتروح على البيت بكل ريلاكس وهدوء بتشوفهم وبتقراهم وما في شيء. كتير عادي. عفوا. لا عادي ولا يهمك. Bitte, Herr Ahmed, Ihr Rezept. Danke. هاي الراشيتا بتروح عند الصيدلية بتاخدها. طبعا عند الصيدلية في كتير دواء أنت ما بتحتاج راشيتا، بس لازم تروح عند الصيدلية بتكتب لك هي هالدواء ايمت تاخده والوقت المعين. اصحك تاخده قبل او بعد لانه ما رح تستفاد شيء. واذا صار عندك اي اعراض جانبيه بترجع لعند الدكتوره وبتستشيرها. وكمان في شغله انك انت لازم ما تاخذ دواء من حدا او ما تعطي دواء لحدا، لانه هذا بصراحه كثير خطر على صحتك. طب هلا انا لازم ادفع حق الدواء؟ هلا ورجيني. هون في ختمين ما لازم تدفع الدواء. طالما عندك الرعاية الأساسية أنت ما بتدفع الدواء، بس كمان لازم تسأل الدكتور قبل أنه هو أنت لازم تدفع الدواء ولا لا. هو الدكتور مثل ما لك شايف هون بيكون عليه ختمين. هاي الختمين ما في داعي تدفع الدواء، بس في أحياناً أنواع أدوية لازم أنت تدفعها. بس أنا يعني هلأ مثلاً هاي الأدوية يعني ما تحل لي أكبر مشاكلي، مثلاً بالفترات الأخيرة صار عندي مثلا مشاكل بالنوم، تمام؟ اي، وصار عندي يعني عدوانية تجاه اي شخص شوفه قدامي. طبعا، لانه كثير في امراض هي ما لها جسدية بس. يعني شو قصدك، انا مجنون؟ لا طبعا مالك مجنون ولا فيك شيء، بس كثير من الاحيان في بيصير امراض نفسية الناس ما بتاخذها على محمل الجد، لازم ناخذها على محمل الجد. على سبيل المثال مثل الإدمان على اللهو، مثل الإدمان على المخدرات، مثل على سبيل المثال العنف. العنف عندك كتير بيعمل حالة نفسية سيئة، إن كان شفته أو إن كان مارسته بخليك يصير عندك مرض نفسي لازم تطلع منه. ما بعرف، بس أنا هالقصص يعني ما عم تطلع من راسي. ما عم تطلع من راسك، هاد شيء طبيعي، لانه احيانا كثير الجسد بيتاثر بالشيء اللي عم يصير معه بواقع الحياه. لازم انت تعالج حالك، لانه هذا الشيء كثير خطير.
فيك تروح عند دكتور العام، هو بيحولك عند دكتور مختص. هلا انا ما فيني شيء، بس يعني فترة الحرب والأزمة اللي عدت على سوريا، يعني مشاكل أهلي هي اللي أثرت علي. يعني فهماني عليك هذا الشيء بسبب طريقة التهريب مثلا بيصير معك، أو بسبب شيء سابق صار معك بحياتك يلي هو بيتسمى المرض النفسي، فبتكون انت اخذ صدمة نفسية بالحياة فلازم تعالجها. مريت بهيك شيء مثل عم اقول لك، فلازم تعالجها وما تاخذ ب ما تتركها تسوء حالتك، لانه اذا ساءت حالتك بتصير مشكلة كثير كبيرة. كل شيء تمام؟ فانا برايي انك انت مالك مجنون ولا فيك شيء، من مو ما تسمع شيء اسمه مرض نفسي او عندك شيء نفسي فتفكر حالك مجنون. لا تخاف، بس لازم تروح على دكتور وتشوف حالتك كثير منيح مشان ما تسوء وتصير بشيء اكثر، مثلك مثل القريب، مثلك مثل اي شيء بدك علاج. عن جد شكرا لك. لا العفو، تمام. So, auf Wiedersehen. Okay. Alles Gute. Wiedersehen.